أهلا بكم من جديد. استأنفت الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية اجتماعاتها بعد 3 أيام من التوقف نتيجة إصابة عدد من أعضائها بفيروس كورونا، في حين قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري قال إن هناك تطورات مثيرة فيما يتعلق بالملف السوري، معتبرا اجتماع الجولة الثالثة للجنة الدستورية المقامة في جنيف بداية إيجابية. المزيد في التقرير. انتهى خطر كورونا على أعضاء الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، وعاد المبعوث الأممي إلى سوريا ليفتح أبواب قاعة المباحثات أمام أعضاء 3 وفود باحثين عن نقاط ارتباط بين التطلعات والأهداف التي يحملها كل طرف في جعبته. تشدد الدول الفاعلة والداعمة لملف اللجنة الدستورية على أهمية هذه الخطوة ولزوم تحقيق تقدم فيها، ويرون أنها البوابة نحو الحل السياسي النهائي، حل تاه لقرابة 10 سنوات جرى خلالها عشرات جولات التفاوض التي تمخض عنها تفاهمات وقرارات تبقى حبرا على ورق أو عالقة تحت وطأة اختلاف التفسيرات والترجمة. من التوقف إلى العودة يحط المبعوث الأمريكي إلى سوريا في أنقرة حاملاً في جعبته كتلة الملفات السورية من اللجنة الدستورية، وحتى حتمية إجبار الأسد على الجلوس إلى طاولة التفاوض. لدينا تطورات مثيرة في الملف السوري، فلقد أتيت الآن من جنيف حيث بدأت اللجنة الدستورية بأعمالها، فكانت بداية موفقة، وساعدها في ذلك ما لاقته من تشجيع من قبل تركيا تجاه كل أعضاء اللجنة الدستورية وخاصة الأعضاء الذين ينتمون لمعارضة الوضع في سوريا. نطمح كثيرا لأن تواصل اللجنة الدستورية أعمالها وأن تمضي قدما بالمسار السياسي. يجب أن نشهد نهاية لمرحلة العسكرة من هذا النزاع، فلم يعد هنالك أي أراض يمكن للنظام أن يستعيدها، وهذا يعني أن النظام سيتوجه إلى طاولة المفاوضات، وهو ما يمثل أولوية لنا وللمجتمع الدولي. وما بين التطورات المثيرة المنتظرة وفقا للرؤية الأمريكية والعراقيل في اللجنة السورية، يتأرجح الحل السياسي بين الدول في لعبة شد حبل لا خطوط فيها لتحديد المنتصر، وإنما لعبة قد تطول. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من جنيف الصحفي محمد الزهوري، ومعي ضيفي في الاستوديو السيد محمد يحيى مكتبي عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، ومعنا من واشنطن عبر الأقمار الصناعية الصحفي محمد زيد مستو. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك سيد الزهوري، أهم النقاشات التي دارت اليوم خلال اجتماع اللجنة المصغرة. تحية لك أولا ولجميع المشاهدين. طبعا كان هناك مداخلات ولم يكن هناك نقاشات، فقط للتصحيح. الاجتماع أو استئناف الاجتماعات في الجولة الثانية للجنة الدستورية كان غريب جدا بالنسبة التنظيم وأيضا الإيقاف ومن ثم الاستئناف. طبعا أخبرنا يوم أمس أن الاستئناف سوف يكون في تمام الساعة 11، ثم تم تغييره في تمام 12، ومن ثم تم إلغاؤه تأكيد على أن الاجتماع أو استئناف الجولة سوف يكون في تمام الساعة 2. كان هناك 3 ساعات للبدء بمداخلات الوفود المتواجدة هنا في جنيف باستثناء الأعضاء المصابين بفيروس كورونا. المداخلة الأولى كانت لوفد النظام، وكانت قد طرحت موضوع الهوية الوطنية، وكان هناك نقاش كانت مداخلة طويلة تتحدث عن الهوية الوطنية والهوية العربية والهوية العربية السورية وغير ذلك، ومن ثم بدأت مداخلة وفد المعارضة المتمثلة بالرئيس المشترك هادئ البحر، وكان هناك حديث أيضا مداخلة عن المبادئ الدستورية للدستور السوري، ومن ثم كانت هناك مداخلة أيضا لأحد أطراف المجتمع المدني القادم من دمشق، وكان يتحدث عن وجوب حضور الأعضاء المصابين بكورونا في جنيف. طبعاً هل كان هناك أي اعتراضات أو خلافات حول الكلمات التي ألقيت أو المداخلات كما أحببت تسميتها؟
كان هناك جدال طويل يعني. بالنسبة للمداخلات، من المفترض أن لا يكون هناك مقاطعة لأي شخص يتحدث داخل الأمم المتحدة وبإطار جدول الأعمال والأجندة القادمين بها من الدول المقيمين بها. طبعا لم يلتزم معظم الأعضاء، لم يلتزموا في هذا الأمر. كان هناك نقاش على الهوية الكردية والأرمنية وغيرها. طبعا وفد النظام كان يقول أن السوريين هم عرب، وأن يجب التركيز على الهوية العروبية، ومن ثم النقاش بالهوية الكردية والأرمنية والقوميات الأخرى الموجودة بسوريا. المعارضة كانت تؤكد على وفد المعارضة كان يؤكد على أن كل السوريين يجب أن يمتلكوا الحقوق والحريات الأخرى. طبعا يوم غد سوف يكون هناك أيضا اجتماعات، كنا في مؤتمر صحفي قبل قليل مع المبعوث الأممي إلى سوريا. أشكرك على هذه الإحاطة. أكد ومدد هذه الصحفي محمد الزهوري عبر سكايب من جنيف، أشكرك شكرا جزيلا، وسنبقى لنتابع الأحداث في جنيف معك. سيد يحيى، أود أن أعود معك إلى تصريحات جفري. هو يتحدث اليوم عن معلومات مثيرة، هل لديكم فكرة ما الذي قصده ربما بهذا التصريح؟ مساء الخير لك والمشاهدين الأعزاء. الحقيقة ليس لدينا حتى الآن معلومات واضحة عن هذه المعلومات المثيرة. ربما يكون هذا الأمر متصل باللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الأتراك في أنقرة، وأكيد ضمن هذه الموضوعات التي تم بحثها بشكل خاص الوضع في منطقة شرق الفرات، لأن هذه المنطقة كما يعلم الجميع هي مسار تباين في وجهات النظر واختلاف الآراء. لربما يكون هنالك اتفاق ما يصل بالوضع في هذه المنطقة إلى الحالة التي يعني ننشدها جميعا. هل هذا متعلق بمطالب تركية معينة عن هذه المنطقة؟ لم يكن الأمريكيين من قبل في وارد تنفيذها ربما أو تحقيقها للطرف التركي؟ صحيح، يعني بالنسبة إلينا نحن نصر على أن يكون أي طرف من الأطراف السورية الأجندة الوطنية السورية هي البوصلة التي تجمع الجميع. نحن نرفض بشكل حاسم وقاطع أي مشاريع عابرة للحدود. كلنا يعرف أن جماعة قسد وأيضا الحزب الاتحاد الديمقراطي يدارون من جبال قنديل، ومن ورائهم اليد الإيرانية التي ليست بعيدة أبدا عن المشهد. لذلك هذه مطالبات المعارضة سيد يحيى، لكن يعني أود أن أعرف ما هي إمكانية التوافق بين الطرفين على وضع شرق الفرات؟ تقصدين بين يعني ما هو الشكل الذي يمكن أن يصل إليه تصل إليه أمريكا وتركيا اليوم بشأن شرق الفرات؟ أن يكون هنالك فصل تام ما بين قوات قسد وما بين الاتصالات الإقليمية، وخاصة فيما يتعلق بالقيادة في جبال قنديل، وأن يكون هنالك يعني تجاوب مع الحلقة الوطنية السورية. يعني بمعنى آخر احترام خصوصية المناطق، لأننا نعلم أن ليس هنالك بكل صراحة في رقة ودير الزور عدد من الأكراد، الغالبية العظمى هي للمكون العربي، وبالتالي كل قضايا المتعلقة بالحكم وشكله والحل السياسي في صيغته النهائية يجب أن تكون ضمن هذه المساحة الوطنية السورية. سيد زيد مستو، بناء على ما تحدث به ضيفي في الاستوديو، ما الذي يمكن أن يقصده جيفري في هذه المرحلة بموضوع أنه لن يكون هناك عسكرة بعد الآن في سوريا؟ من هي الأطراف المعنية بهذا التصريح؟ اولا انا كنت اتمنى على جيفري يعني لو حكى شو هي التطورات المثيره برايه. ما بعتقد انه في اي تطور مثير على حد لحظه. شوفي السياسه الامريكيه باعتقادي يعني حسب وجهه نظري الخاصه
كانت واضحة من البداية. الأمريكا ما حب تشارك بأي تدخل عسكري، وهذا يعني كان من البداية. اللي عم تحاول أمريكا تعمله إن هي تضغط اقتصادياً. نحن شفنا العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر على النظام، وهذا الشيء مستمر. وبنفس الوقت عم تضغط على إيران. أمريكا حتماً لا تريد يعني صراع عسكري مع النظام، ولكن تريد ضغط اقتصادي يمكن أن يؤدي إلى إنهاء النظام في وقت لاحق. بالتزامن بالضغط على تركيا، على النظام، وعلى أيضاً على إيران بالمقابل. لكن أمريكا ليست جدية في أي تطور أو يمكن أن يشكل نزاع، يخلق نزاع مع روسيا. باعتقادي أن أمريكا هي مسلمة الملف السوري لروسيا. في أساسيات بالنسبة لأمريكا، منها شرق سوريا، السيطرة على آبار النفط، عدم أيضا يعني تحركات عسكرية يمكن أنه تؤدي لتوتر بالمنطقة، ولكن هي مسلمة الملف السوري لروسيا. وما يعني هي ما أنا مستعدة أنه تخلق، يعني هي صحيح ما بدها النظام، ولكن مو لدرجة أنه تدخل بصراع مع دولة مثل روسيا. لكن يعني هناك من يرى أن أمريكا يعني أن هناك نوع من الزخم تصنعه الآن الوفود الأمريكية واتصالاتهم تزامنا مع فعاليات اللجنة الدستورية. ألا تعتقد أن هذا قد يدل على اهتمام من نوع معين أو إرادة أمريكية لتوجيه الملف بشكل أو بآخر وسط هذا الحديث الكثيف عن العودة إلى طاولة التفاوض؟ يعني مع احترامي للجنة الدستورية، بس يعني شو السؤال؟ إنه شو هو مآل اللجنة الدستورية؟ شو هي مآل المفاوضات اللي ممكن تنتج عنها؟ المجتمع الغربي مثل ما قلت لك عم يحاول إنه يخلق نوع من الاستقرار السياسي. they don't care، ما بيهمهم كيف الموضوع حيمشي، لأنه مانون يعني بالنسبة لهم ملف سوريا هو ملف مهم جدا لحتى يضغطوا بشكل أساسي عليه. هو ممكن يكون مهم لتركيا ولروسيا أكثر من الولايات المتحدة. أمريكا عم تلعب جهود بأنه بتضغط باتجاه فعلا يعني يكون في دستور، وبعدين بنشوف شو بعد الدستور. ولكن السؤال أنه لنفترض أنه اتفقوا على الدستور، ولكن شو هو إمكانية يعني تطبيق الدستور؟ عم يحكوا عن أنه وهذا كله بإطار القرار اللي هي 5542 بعتقد، ولكن ما في شيء واضح يعني. والسؤال انه نحن اوكي عملنا الدستور واتفقنا عليه، بس كيف حننفذ هذا الدستور؟ كيف حنضغط على الاطراف؟ هل النظام ممكن انه يعني يتخلى عن السلطه؟ هذا السؤال. هل المعارضه ممكن تقبل تنازلات وتقبل بحكومه بديرة النظام؟ هل المجتمع الدولي حيضغط عن طريق مجلس الأمن لتنفيذ هذا القرار؟ وهل حيكون في اتفاق روسي أمريكي؟ هذا هو السؤال. بعتقد انه هذا كله مجرد يعني تماطل سياسي من الاطراف اللي هي ما كثير مهتمه. واذا كان هناك اتفاق روسي أمريكي قد يكون باقي ما ذكرته عباره عن تفاصيل، قد يكون ذلك. سيد مكتبي، اعود اليك. من ضمن تصريحات جيفري أيضا قال أن النظام لن يتمكن من تحقيق مكاسب جديدة على الأرض، يعني هذا موضوع أيضا بعد حديثه عن أنه لن يكون هناك عسكرة. يعني حضرتك عزيت ربما الاتصالات أو زيارة جيفري بأنها تتعلق أكثر بشرق الفرات، لكن موضوع عدم تقدم النظام على الأرض ألا يوحي أن هناك حديثا عن إدلب أيضا بين الطرفين أو وعود معينة؟ بالتأكيد هذا ما سمعه وفدنا برئاسة الدكتور نصر الحريري أثناء لقائه مع السيد جويل رايبن، أن إدلب لن يكون عليها أي تغيير. نحن كنا نرصد خلال المرحلة الماضية حشودات كبيرة جدا، سواء لقوات ما تدعى النمر سهيل الحسن، أو حتى العديد من الميليشيات الإيرانية الطائفية التي تشارك في عمليات القتل للسوريين على العديد من الجبهات. من الواضح أن هنالك على ما يبدو قرار بأن موضوع إدلب وما وصلت إليه الحالة هي خط أحمر، لأن هذا الأمر سيضاعف من الأعباء الإنسانية، والتي اليوم هي ليست بالقليلة على الإطلاق. هنالك مليون سوري الآن موجودون تحت الخيام، ولا يمكن تحمل أعباء إضافية في هذا الأمر سواء لتركيا. هذا هو السبب الحقيقي أم موضوع الضغط باتجاه طاولة التفاوض؟ يعني هم يودون ربما أن يصلوا إلى وقف يعني كلي لإطلاق النار أو دائم لإطلاق النار من أجل التفاوض. نحن نعلم أن بداية الشروع الجدي في عملية التفاوض الحقيقية هي بتكون
من خلال وقف إطلاق نار وتثبيت هذا الوقف إطلاق النار. فربما نحن بحاجة إلى بعض الوقت، وخاصة إذا ما انتهت الجولة الحالية في اللجنة الدستورية، لنرى المشهد بشكل واضح، وعلى أساسه يمكن البناء. يعني لا تستطيع الجزم بالنية الأمريكية الآن. صحيح، لأنه حقيقة يعني تجاربنا السابقة يعني لم تكن جيدة بالقدر الكافي، يعني ربما تكون في إطار معين توصلنا إلى النتائج المتوخة، وفي إطار آخر كان هنالك خيبة أمل كبيرة. أشكرك شكرا جزيلا محمد يحيى مكتبي، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، كنت ضيفي في استوديو. أشكر أيضا لضيفي من واشنطن عبر الأقمار الصناعية الصحفي محمد زيد مستو. شكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة. المزيد من المعلومات والأخبار على موقعنا سيريا دوت تي في. إلى اللقاء.